الشعب المصري والشارع المصري كله في حالة غليان، الغليان اللي قرب يوصل لبركان. فالمفروض إن الحكومة تطلع تعمل مؤتمر أو تطلع ببيان تقول للناس تعمل إيه. ما عليك انت مش لازم يتنصب عليك، يعني ما عليك يلا هتروح تحط الدولار وهتصدق ان الدولار بينهار في السوق السوداء والكلام ده كله. بص للي حط 100,000 جنيه في قناة السويس في 2015، كان الدولار ب 7 جنيه و80 قرش، حط 100,000 جنيه يعني تقريبا 12,800 دولار، 13,000 دولار، ده قيمة الفلوس بتاعته لما اتحطت في 2015 في شهادات قناة السويس. النهاردة ال100,000 جنيه بتوعه ما يسووش 2,000 دولار في ظل ارتفاع الأسعار المقيمة بالدولار والكلام ده كله. اللي حط فلوسه في قناة السويس شربها ولا ما شربهاش، اتلعبت عليه ولا ما اتلعبتش. طب اللي راح عمل شهادات استثمار وقال لك شهاداته فايدة 20%، ال20% اللي خدتهم على الزيادة وعلى الفايدة دفعت تمنهم كام في غلاء الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار؟ فما تصدقش هذه العصابة أو النظام بتاع السيسي نظام مفلس مفيش امامه اي شيء. فقصه الخبوره اللي بتتعمل للناس، وانا اسف في الجمله وملهاش حل غير كده، في ناس بتحب ان هي يعني يتعمل معاها الصح، في ناس بتحب ان هي يتنصب عليها، لو ما اتنصبش عليها بتزعل من جواها. الاسعار المقيمه في السوق حصل فيها ايه؟ هسال حضرتك سؤال وسؤال بسيط جدا وانت افقه مني واكثر مني علما بحيث انك انت عايش في مصر. ان حصل انهيار في قيمة الدولار في السوق السوداء والسيسي تدخل وحلها وانكز مصر زي ما اعلام السيسي بيتكلم، جميل جدا. السؤال المهم اللي عايز اسأله لك، حصل انهيار في اسعار السلع بنفس القيمة اللي حصلت في الدولار في السوق السوداء؟ الاجابة لا. العالم في حوالي 8 مليار نسمة متوزعين في حوالي 206 دولة في 170 مليار مجرة في 11 كوكب. دونا عن كل الارقام دي انت هنا بس انا مش قادر اقول لك فين. ليه بقى انت هنا دونا عن الكلام ده كله؟ عشان انت نحس وبائس وعره. ولو فاكر ان انت بعد الكلام ده كله وكل الارقام دي وانت هنا بكره هيبقى احلى، فبكره هيبقى احلى بس من غير الله، استر علينا يا رب. كنت هنا اول امبارح، اسعار الزيوت يا جماعه في حاجه غريبه بتحصل، اسعار الزيت بقى في حته تانية خالص. زيت لايت اللتر و6 من عشره بقى ب 211، واللي هو 2 كيلو وربع بقى ب 261. اسعار غريبه جدا مع اني لسه كنت هنا وما كانتش كده خالص. مش عارفه واحنا المفروض نخزن زيت يعني ولا ايه؟ ربنا يستر. يا ريس وصلنا القرص ب 2 جنيه يا ريس. ده مش حرام التكل ده بقى؟ ده ايه ده يا ريس؟ ده البوس. مش حرام التكل ده؟ احنا ندفع في ده 2 جنيه ده ب 5 جنيه يا ريس. ليه وصلنا لايه احنا ده ب 5 جنيه؟ طعينا ميه ريال ضرب 10 في الكيس جاي يقول انا صحيح. احسن ايه ده يا ريس؟ ايه ده يا ريس؟ انا اتطلبت ايه يا احمد؟ احمد بص ب 5 جنيه. ريس سلمى ب 5 جنيه. ايه ده ربنا؟ فقط في مصر. لك ان تتخيل اني بقالي ساعتين بلف على كيس سكر عشان الصنايعي عندي ميعاد الجرعه بتاعت الشاي بتاعته جت ومفيش سكر، ومعدل الانسولين عنده بدا ينخفض، فاضطريت ان انا اجيب له حاجه ساقعه لاني بقالي ساعتين بلف على سكر ومش لاقي سكر. انا عايز اعرف في ايه؟ السكر اتمنع؟ يعني انتوا منعتوا السكر خلاص ما بقاش موجود في اي سوبر ماركت؟ ساعتين بلف على سكر ليه؟ رفض هتمشيني ولا اسيب الحاجه وامشي؟
لان هو عمل لقطة، هو لم مجموعة الدولارات اللي في السوق بأي سعر ايا كان، عمل لقطة اللي اغلاق مراكز الصرافة، عمل لقطة اللي هو راح جاب بتوع الحديد وبتوع الاسمنت وبتوع الذهب علم عليهم نكل بيهم، خد من كل واحد حبس مش عارف اسمه ايه روماني مش عارف ايه كده، وعمل رعشة عند الكل، الكل بدأ يخاف فبدأ يبيع بأسعار قليلة بالإجبار علشان يوهمك ان الدولار بينزل فانت تروح تسلم الدولار، فيجي من بعد منها الخبور المحترم اللي للأسف بعض الناس بتحب انها تعيش بهذا الشكل تروح لبساه، ألا وهو ان احنا دولة غير منتجة، ألا وهو ان احنا دولة غير زراعية، ما بنزرعش ما بننتجش ما بنصنعش، فأي حاجة هنعتمد عليها في الأكل في الشرب في القمح في الرز بتبقى بالاستيراد، يبقى محتاجين دولار علشان نستورد هذه الأسعار، الأسعار هتزيد عليك، هتقول لي ليه بقى؟ ما احنا وفرنا الدولار اهو ولم الدولار من السوق السوداء، لا يا حبيبي، الدولار اللي اتلم عشان السيسي مديون ب 42 مليار دولار خلال 4 شهور لازم يسددهم، فهو بيلم اي حاجه لمله 2 مليار 3 مليار 5 مليار يحاول يسكت الدنيا اللي حوالين منه، لكن في الاصل انت ما عندكش دولار، وطول ما انت ما عندكش دولار طول ما الاسعار هتزيد عليك اضعافا مضاعفه، لذلك بقولها لحضرتك بص للزيت والسكر والمكرونه والرز والحاجات اللي حوالين منك اسعارها نزلت، لو اسعارها نزلت زي ما لم الدولار والدولار نزل يبقى تمام، لكن الحقيقه ان اسعارها ما نزلتش. ليه ازازة الزيت ليه دي ب 100 جنيه ليه؟ عشان ايه؟ ليه ب 100 جنيه؟ ليه كيس المكرونه ده ب 20 جنيه؟ ليه كيلو السكر ده ب 45 جنيه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ايه اللي بيحصل في البلد؟ ليه يعني عشان ايه كل ده؟ بجد احنا تعبنا اقسم بالله مش عارفين اي حاجة في اي حاجة، فياريت نعرف ليه الاسعار دي ليه دي ب 100 جنيه ليه؟ ياريت حد يعرفنا ليه الدنيا بتروح كده. الحقيقة ان اكبر بتوع الذهب يبيعوا بسوق بسعر معين، الحقيقة ان اكبر بتوع الحديد والاسمنت ان يبيعوا بسعر معين، الحقيقة ان هو لم الدولارات ان هو لم اللي يقدر عليه، الحقيقة ان هو خلي بتوع مراكز الصرافة مش عارفين يفتحوا محلاتهم، الحقيقة ان هم بتوع الاجهزة الكهربية مش عارفين يفتحوا محلاتهم، وشوف فيديوهات الناس وعرضت لك كمية فيديوهات في الفيديو ده والفيديو اللي قبله واللي بعده واللي قبل قبله، وهنعرض لكم اصوات الناس، انت لامس الواقع بايدك، انت ماسكه، انت عايش وشايف وحاسس وعارف اللي بيتعمل ليك واللي بيمارس عليك من 10 سنوات، هل صدقوا معاك في موقف؟ لما احمد موسى خرج في 2017 وقال لك الدولار ده مش هيبقى له لازمه، النهارده حصل ايه؟ بيضحك عليك وبيمارس عليك نفس الضحكه، لما خرج اقول لك قناه السويس ديت هي اللي هتخلي مصر هديه للعالم، وفي الاخر طلع السيسي قال لك معلش ده كانت رفع الروح المعنويه، 10 سنوات بيمارس عليك الكذب، من اول ما قال لك انت نور علينا، وبعد 10 سنوات قال لك بطل هاري، من اول ما خرج احمد موسى واعلام السيسي وقال لك مصر تستيقظ، مصر تتطور، مصر تنهض مش عارف ايه، من اول ما بعوا لك الوهم اقول لك ذهب ياقوت مرجان احمدك يا رب، 10 سنوات من الاكاذيب ومن الخداع ومن الشائعات علشان خاطر يضحكوا على الناس، وامام السيسي البدائل مغلقه، لا الخليج راضي يديله ولا السعوديه بتديله ولا الاتحاد الاوروبي راضي يديله، كل دي اخبار اخبار فناكيش فناكيش فناكيش، مفيش ارقام محدده للفلوس اللي السيسي هياخدها، كلها فناكيش، ليه؟ علشان يسول للناس، يضحك على الناس ان في دولار جاي والدولار اللي معاكم يبقى اشربوه، الناس من الخوف تطلع الدولار اللي معاه تبيعه، السيسي ياخده يسد الديون اللي عليه ويرتفع الدولار امام الجنيه عشرات الاضعاف عما كان عليه وترتفع الاسعار اكتر واكتر، هي دي اللعبه اللي بتتعمل على حضراتكم. سلام عليكم.